بناء على توجيهات دولة رئيس الوزراء ومناشدة المواطنين لدوائر المرور وقيادة عمليات بغداد. هذا الطريق طريق محاذي إلى القناة، يربط منطقة القاهرة وصولا إلى تقاطع الطالبية أو جسر حبايبنا. هذا الطريق خدمي بعدة تفرعات حتى وصولا إلى جامعة الإمام الصادق عليه السلام. كل هذه الطرق إن شاء الله تفتح، والشكر يعني نيابة عن مديرية المرور العام السيد مدير المرور العام اللي أثنى ثناء وليس يعني مجاملة، ثناء جميلا إلى الحشد المقدس، الحشد اللي بعد ما ترك السلاح التجأ لمن؟ إلى البناء والتقدم ومعاونة أهلهم في المناطق التي يعني يسكنون فيها، وأيضا المناطق التي توجد فيها مقرات الحشد الشعبي من الجهد الهندسي. يعني إحنا مثل ما تلاحظون التيدانو الموجود أو الرافعة الثقيلة اللي مشكور الحشد المقدس تعاونهم وتضافر هذا التعاون إلى خدمة المواطن البغدادي، وهذا يصب أيضا إلى أن العمل عبادة. فتح طريق من السريع القناة باتجاه حي القاهرة لتخفيف الزخم على جسر الوزيرية الرئيسي، والطريق ذهاب وإياب من حي القاهرة إلى السريع. الهندسة العسكرية قامت بواجب مشرف افتتاح حول الصبات مع المقر لقيادة عمليات شرق دجلة لفق ازدحام السيارات تلبية للنداء الرئيس الوزراء وحملة اللي متجه بها باتجاه الصبات، وشكرا للهندسة العسكرية التابعة لهيئة الحشد الشعبي وهم صاحبين فضل علينا لفق الازدحامات.